إمام عاشور واستفزاز جمهور الزمالك. ليه إمام عاشور بينشر فيديوهات وهو بيغني أغاني أولتراس الأهلي؟ هل إمام بيستفز جمهور الزمالك ولا بيطلب ود جمهور الأهلي؟ تعالوا نعرف الحكاية إيه سوا. ظهر إمام عاشور بعد التعاقد معاه وانتقاله للنادي الأهلي في أكتر من فيديو بيغني فيه أغاني أولتراس أهلاوي، وده اللي اعتبره جمهور الزمالك أمر مستفز. وفي المقابل تفاعل معاه جمهور الأهلي بحب وترحيب. إمام عاشور ظهر في أول فيديو ليه بيغني سطلع، الأغنية اللي انتشرت بين جمهور الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا، وانتشر الفيديو بعد إعلان تعاقد الأهلي معاه. وهنا جمهور الأهلي اعتبر إن دي بداية الانتماء للنادي. ظهر فيديو تاني لإمام عاشور وهو في العربية مع أصحابه بيغني أهلاوي أنا والفخر بيا، وده بالتزامن مع أزمة حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز. وما خلصش اليوم ونشر تاني فيديو ليه وهو بيغني جرب تدخل الاستاد. جمهور الأهلي اعتبر نشر فيديوهات إمام عاشور في الوقت ده هو تخفيف الضغط على حسين الشحات وسحب أنظار الجمهور لناحية تانية بعيدا عن الأحداث المنتهكة واللي فيها إدانة لزميله في الفريق. جمهور الزمالك ما كانش دارع المنطق ده وقرر انه يهاجم إمام عاشور بحجة استفزازه، وان ده شيء غريب من اللاعب اللي كان من فترة بيعيط عشان يسافر يحترف بره، ووعدهم لما يرجع مش هيلعب الا في الزمالك. استمر الهجوم على إمام عاشور لاعب الأهلي من الجمهور الأبيض ورئيس النادي اللي خرج في المؤتمر الصحفي وقال إمام عاشور من ساعة ما راح الأهلي والأهلي بيتعصب. في الناحية التانية إدارة الأهلي ما علقتش على الموضوع، والجمهور واللاعبين القدامى هم اللي تولوا الرد. وفي اللي قال إن إمام عاشور خايف من الجمهور الأحمر بسبب الأحداث القديمة وسب رموز الأهلي، فإمام بيعمل كده عشان يكسب ودهم ودعمهم. الأيام اللي جاية ممكن نشوف فيديوهات جديدة لإمام عاشور بس وهو في التمرين بعد ما يرجع من الإصابة، لأن إدارة الأهلي هتكلم إمام وتقوله بلاش فيديوهات تستفز فريق الخصم. وده مش خوف ولا تحكم في اللاعب، لكن حرص من إدارة الأهلي على اللاعب وإنه ما يتحطش تحت ضغط كبير بعد عودته من الإصابة. كلها أسبوعين بالكتير ونشوف إمام في التمرين. قولولنا إيه أكتر فيديو لإمام عاشور عجبكم في الفترة اللي فاتت، سيبولنا رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو.